in 1 minute. مرحبا، بتمنى تكونوا بخير. عنواننا الأساسي لهالفيديو هين هو المعادلات التفاضلية من المرتبة الأولى التامة. أما عن عناويننا الفرعية لهالفيديو هين فهي التفاضل الكلي، التفاضل التام، المعادلة التفاضلية التامة. التفاضل الكلي، بفرض عنا التابع U يساوي FXY المستمر والقابل للاشتقاق في مجال ما من X، فبيكون التفاضل الكلي لهالتابع U هو DU يساوي التفاضل الجزئي بالنسبة ل X بدي X زائد التفاضل الجزئي بالنسبة ل Y بدي Y. من نظريات التحليل الرياضي في المشتقات الجزئية نعرف أنه التفاضل الجزئي ل U بالنسبة ل X و Y يساوي التفاضل الجزئي ل U بالنسبة ل Y و X. هلأ صار دور أننا ننتقل للفكرة الثانية، التفاضل التام. بنقول عن المقدار N بدي X زائد N بدي Y تفاضل تام إذا كان في تابع U. التفاضل الكلي عبارة عن DU يساوي MXY بDX زائد NXY بDY. بشكل آخر فينا نقول عن هالمقدار إنه تفاضل تام إذا كان في تابع U بحقق التفاضل الجزئي لU بالنسبة لX يساوي MXY والتفاضل الجزئي لU بالنسبة لY يساوي NXY. هلأ صرنا بالفكرة الثالثة والأساسية، المعادلة التفاضلية التامة. إذا كان المقدار تفاضل تام نسمي المعادلة التفاضلية M زائد N يساوي الصفر معادلة تفاضلية تامة. عنا نظرية بتقول الشرط اللازم والكافي لتكون هالمعادلة التفاضلية معادلة تفاضلية تامة إنه يتحقق تفاضل جزئي ل N بالنسبة ل Y يساوي التفاضل الجزئي ل N بالنسبة ل X. رح نكتفي لهون بهالفيديو لتركزو هون منيح، لأنه رح نستخدم اللي حكيناه بالفيديو الجاي لما رح نحكي عن لزوم وكفاية الشرط. بتمنى تكون تحققت استفادة تامة من هالفيديو. واو.